برگشتیم هموطنان عزیز، در ادامه برنامه هستیم. تشکر از اینکه ما را دنبال میکنید. در کنار ما دکتر ایمن صلاح، رئیس انستیتوت الازهر مصر در افغانستان هستند، همچنان ترجمانشان آقای رامین رحمانی که امروز روی بورسی های تحصیلی که کشور مصر بر افغانستان و بخصوص بر جوانای ما که محصل هستند فراهم کرده صحبت میکنند. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید. بارک الله فيكم، اشكركم على حسن الاستقبال وجزاكم الله خيرا على هذه الضيافه. تشکری کردن شما دعوتتون. سلامت باشید. در نخست میخوایم که در این مورد ما معلومات بدین که انستیتوت الازهر که فعلا از کشور مصر در افغانستان نمایندگی داره و برای جوانا کار میکنه، در این مورد معلومات بدین و بعدا میریم روی سوالات دیگه. تتكلم عن مولانا یعنی لخدمات المعهد الازهریه في افغانستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارزقنا اللهم الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الإخلاص في السر والعلن. اللهم لا تعذب لسانا يخبر عنك، ولا تعذب عينا تنظر إلى علوم تدل عليك، ولا تعذب قدما تمشي في سبيلك، ولا تعذب يدا تخط حديث رسولك. فبعزتك يا رب لا تدخلنا النار، فقد علم أهلها أن كنا نذب الكذب عن دينك. اللهم آمين. ثم أما بعد، جزاكم الله خيرا على الاستقبال وعلى الضيافة في هذه القناة الطيبة. أسأل الله أن يوفق القائمين عليها بإذن الله تعالى في جميع أعمالهم. أقول بالله التوفيق، البعثة الأزهرية لها ثلاث مهام: مهام دعوية، ومهام تربوية، ومهام مجتمعية. بعد از آن دستان و درود فرستادم به سرور کائنات حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و تشکری کردم از دعوت شما در تلویزیون جهانی یک، و فرمودن که معهد الازهری سه مورد کار میکنن و سه موضوع کار میکنن. یکی تربویه و دعویه، تربیت است، و دعویه دعویه که دعوت اسلام است، مجتمعیه اجتماعیه که اجتماعی موضوعات اجتماعی است. المهام التربوية رقم واحد، المعهد يقوم ممثلو بعثة الأزهر الشريف من مصر وهم 25 معلم على تربية النشء من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي. 25 مجد أول مجد معهد ما بستبان از شيوخ الأزهر الشريف واسد أفغانستان ك دعوات ديني، موضوعات ديني ومضامين ديني تربيات ما يكون أولاد وطن. من خلال توضيح سماحة الإسلام والفهم الوسطي المعتدل من خلال رسالة الأزهر العالمية. سماحة الإسلام والفهم الوسطي المعتدل من خلال رسالة الأزهر العالمية. دين الإسلام يعني وسطية، دين وسطية ك از الأزهر الشريف أمي موضوع ما للتلفزيونات وده برنامج خد بيان ما يكون. وذلك أيضا من خلال إشراف القنصلية المصرية المتمثلة في معالي المستشار القنصل محمد بك عبد الحليم ومساعده الأول الأستاذ أسامة ترك، والتنسيق أيضا مع وزارة المعارف الأفغانية. قنصل السفارات مثلا المستشار أحمد محمد عبد الحليم، محمد عبد الحليم وأمتنهم معاونشون ومساعد قنصلشون الأستاذ أسامة ترك. أسامة ترك يوم دامي بمعرفة أفغانستان ده جريان أصلاً ودائماً موضوعات ما هم كوريدنا. ومن الأمور أيضاً التربوية التي تقوم بها البعثة الإشراف على مسابقة المنحة المصرية المقدمة من جامع الأزهر، المقدمة من الأزهر الشريف بقيادة الحكيمة فضيلة الدكتور أحمد الطيب حفظه الله ورعاه شيخ الأزهر الشريف. أمي دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف دا مصر كيوب أمام أرسالنا بورشاي تحصيلي در أفغانستان دارا، حيث تقدم مصر سنويا اكثر من 100 منحه لابناء افغانستان. ما بيشتها 100 بورسياس بما ارسالونا جوانا ما يفرسن بكشور مصر. والمنحه الوحيده تتكلف 50,000 دولار امريكي. 50,000 دولار امريكي المنحه الوحيده، يعني امي بورسيا بياك نفر في نفر 50,000 مولانا. نعم 50,000 دولار. 50,000 دولار ما بياك نفر مصرف ما امي بورسيا. وتقدم في الاختبار هذا العام أكثر من 450 طالب وطالبة أفغانية للاشتراك في الاختبار. 450 طالب وطالبة. 450 ماذا؟ 450 450 طالب دا مصر فعلا دا تدريس أصلا دا جامعة الأزهر الشريف. بدأت الاختبارات يوم الأحد 13 سبتمبر، وبالأمس الاثنين 14 سبتمبر، واليوم 15 سبتمبر يوم الأخير، وكل يوم يختبر 150 طالب.
مگه امتحانات بورسی الازهر شریف در مقیم افغانستان سه روز پیش روز یک شنبه شروع شده و امروز هم روز آخرش هست که هر روز 150 تا شاگردان امتحانش از طبقه ذکور و ناس امتحان میدن. الناجحون في هذه المنحه يذهبون للتعلم في جامعه الازهر الشريف وجامعه القاهره و کسایی که کامیاب میشن در بورسیه میرن به جامعه الازهر شریف مصر و همچنان در جامعه قاهره. وهذا يدل على مدى قوة التعليم في الأزهر الشريف في العلم الشرعي. وهي من قوة الأزهر الشريف در علم الشرعيات ما نشان ميدا. حيث أنه يوجد اثنين رؤساء لدولة أفغانستان خريجي أزهر. ما دوتا رؤساء است که در افغانستان از الازهر شریف خارج شده. و اثنين رؤساء من مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء اثنين افغان خريج الازهر. و در مجلس الوزراء ما دو نفر از الازهر شریف هستند که خارج شدند خارج الازهر شریف هستند و 28 وزیر افغانی خریج الازهر اخرهم محمد بیک حلیمی قاسم وزیر الحج الحالی 28 وزیر 28 وزیر هستند که مگه به شمول وزیر حج اوقاف که حلیمی صاحب هستند خارج الازهر شریف هستند در افغانستان. هذا بالنسبه للمهام التربوي. بالنسبه للمهام الدعويه تقوم البعثه بخطب الجمعه في المساجد والدروس الدينيه وزيارة مدارس القرآن الكريم وزيارة مراكز تعليم اللغة العربية وزيارة الجامعات والقنوات التلفزيونية. ماذا صوب الدينية كاجتماعية مولا؟ مهام دعوية. ده صوب دعوات على زر الشريف رول لوران كشيخ على زر الشريف خطبات الجمعة. دروس في المساجد. دروس في المساجد دار مساجد أصلاً. درس هاي دار مساجد أصلاً. زيارة مدارس القرآن الكريم. زيارات ما يكونن ديدار ما يكونن مدارس. زيارة مراكز تعليم اللغة العربية. از جایی که مراکزی که تعلیم عربی. مثل مركز الحجاز. در آنجا که وجامعة سلام. جامعة سلام. وجامعة تابش. جامعة. وجامعة الدعوة. جامعة. وجامعة كابل. بانتون كابل هستن که بسیار. مشاركة العلماء الأزهر الشريف في القنوات التلفزيونية مثل قناة أينا وأريانا والدعوة وباستجهار وأرزو و. جميع القنوات إلى آخر هذه القنوات نشارك فيها بحلقات تلفزيونية من أجل نشر الفهم الوسطي للإسلام. ما هم أمتنون در تلویزیونهای مختلف در افغانستان میریم و مترا همچنان که فعلا در تلویزیون یک حضور دارن به خاطر نشر وسطیت دین الاسلام به خاطر همین نشر که دین اسلام چگونه دینی است و دین سهولت است و چی دم بارد مسائل دینی صحبت میکنن. بسیار خوب. سنوف یک شما آغاز میکنین تدریس میکنین برشان از کدام طبقه شاگرد از کدام طبقه جوان آغاز میشه صرف چند باید باشن است از اولین مرحله ای که آغاز میکنن کدام دسته جوان است؟ یعنی مقصد تان طبقه ذکور و ناس هست؟ بله. یعنی فی مهد مولانا نا. یعنی یدرسون فی ابتدایی من و اشخاص و فی الى ثانویه یعنی هل اندکم موجود فی بنات ایضا؟ إن شاء الله سبحانه وتعالى في المستقبل أخذنا موافقة من رئاسة الجمهورية الدكتور محمد أشرف غني بالموافقة على تخصيص قطعة أرض لبناء معهد أزهري الفتيات الأفغانيات بإذن الله سبحانه وتعالى في المستقبل القريب. إن شاء الله ما دعوندها بنات مخصصون از طبقة ناس هستن که دعوندها إن شاء الله تنظيم میکنیم لكن برفعلا تنها با بچه هستن معهد و منو يعني ابتدائية ما يدرسون مولانا وفيلا ثانوية. المواد؟ نعم. يدرسون اللغة العربية ويدرسون القرآن الكريم. في الابتدائية؟ في الابتدائية نعم. القرآن الكريم لغة عربية، زبان عربية، ابتدائي صنف أول درس ميدان. ومادة الرياضيات. الرياضية سر. وبعض المواد الأخرى الأفغانية. وبعض مواد. كاللغة مثل البشتو والداري. لغتای بین المللی ماستن که به شمول پشتو و دری هستن. اما بالنسبه للاعدادی و السنفی هم یدرسون القرآن الكریم. همچنان در پولی زیاد درس قرآن کریم هم میدن. الفقه. فقه. التفسیر. تفسیر. الحدیث. حدیث. السیره. سیرت. التجوید. تجوید. التوحید. توحید. النحو. نحو. الصرف. صرف. البلاغه. بلاغه. الادب. الادب. المطالعه. مطالعه. النصوص. نصوص. الاملاء. أملاه. التعبير. تعبير. إلى آخر ذلك مع اللغة الإنجليزية والرياضيات واللغات الأخرى أيضا. إيه مزامين بار ما يقدر بصنفاء ثانوي كمقصدش من الدالة دوازدة. النوع الثاني. أغاز الصنف الدعوة ماست. بله. الصنف أول هم شاكر دارم أنا إيه موضوع يا كيف إيه مزامين يا كيف الصنف الدالة صنف الدوازدة. مربوط ببورسيا باز مش هكذا كاسة أحسن كي. بورسيا بالأزهر الشريف بمعهد أزهر كاس
بورسیا مخصوص است. هر شاگرد که صنف 12 میرسه، چرا که دروس الازهر شریف سو مشکل است. کسی که تا صنف 12 پیش بره طبعا آدم یکی از شاگردای شار می باشه و درس خوان می باشه که تا صنف 12 پیش میره و او بدون امتحان بدون کلام چیز البته از معهد الازهر انستیتوت الازهر میره به مصر میره که سالانه 30 شاگرد مخصوص از الازهر شریف انستیتوت الازهر به مصر میره به تدریس. النوع الثالث من المهام البعثة مهام مجتمعية، مهام مجتمعية، مشاركة مجتمعية مع الشعب الأفغاني. ما مهم ترين شيء ده كأزال أزهر الشريف أزم بيسي الأزهر كم هو كبا مردم أفغانستان ماشين. مثل المشاركة في أفراح الأفغان والمشاركة في العزاء وقراءة القرآن الكريم في حالات الموتى. ما دا مودا غم همدوه عزیزان افغان خود شریک هستیم، میریم میشینیم در اعضایشان یعنی در غمشان شریک هستیم که میباشیم در مساجد. قامت البعثه الازهریه بحفر بئر ماء في منطقه قصفندره على عمق 70 متر. ما فهم منطقه قصفندره ما في مثلا في كابل در منطقه نام گرفتن در کابل که من نفهمیدم کدام منطقه را گرفتن که چا در روز چای آب زدن كم متر مالا؟ 70 70 متر 70 متر هسه. كما حفرت ايضا البعثه الازهريه بئر ماء في منطقه قلي وزير على عمق 100 متر. لا قلي وزير هم شنو نفس بمي قسم بعد شو زدن ك 100 متر هسه. قامت البعثه الازهريه بشراء اربع كراسي متحركه لمرضى الفقراء في مستشفى جمهوريه. هم شنو ده شفاخانه ها ما ما معيوبه كومك مكنيم مقصدشون بايسكيلاي كي با معيوب. نظمت البعثه الازهريه بالموافقه مع السفاره المصريه على تحمل نفقه العلاج للمرضى الفقراء يوما كاملا لمستشفى جمهوريه. ما يجوز ما ما كومك سفاره الجمهوريه مصر العربي ده شفاخانه جمهوريه ما كومك كدن بسيار از مريض. تشكر ميكنم سلامت ازيك تشريف آوردين همشه موفق باشين. سلامت زنده باد.